السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ سنة أولى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم زميلكم محمد خالد من الفرقة الخامسة. إن شاء الله هشرح لكم النهاردة محاضرة جديدة في مديول البايو كيمستري أو في مادة البايو كيمستري بعنوان ميوكوبولي ساكرايتس. المحاضرة دي هي المحاضرة الرابعة من سلسلة محاضرات الكربوهيدريك كيمستري. ولو انتوا فاكرين في فيديو الانترو بتاعنا احنا كنا اتكلمنا ان البايو كيمستري بتاعتنا عبارة عن ثلاث حاجات أساسية: كربوهيدرات ليبيد وبروتين، وفي كل حاجه بندرس فيها الكيمستري والميتابوليزم بتاعها. فاحنا هنا في المحاضره الرابعه والاخيره من الكربوهيدرات كيمستري بعنوان ميوكوبوليساكرايدز. تمام، ايه هو بقى الميوكوبوليساكرايدز دي؟ من اسمها كده، تعالوا كده، انا بحب لما اجي اعرف اي مصطلح نقطعه. اول حاجه نقسمها كده، نقطعها ثلاث قطع. اول حاجه ميوكو يعني ميوكس يعني مخاط، تمام، بولي يعني عديد، وساكرايد يعني سكر، فهي سكريات عديدة موجودة في الإفرازات المخاطية الميوكوس سكريشنز. في البداية أنا حابب أقول لكم إن الاسم ده قديم. ليه الاسم ده قديم؟ قال لك علشان أول ما اكتشفوا، أو هم اكتشفوا نوع واحد بس منهم في الأنسجة المخاطية، ساعتها أطلقوا عليه اللقب ده، ولكن بعدين اكتشفوا أنواع تانية فبدأوا يديها ألقاب تانية، ادوها كمان لقبين، معلش هتعبكم فيهم، حاجة اسمها هيتروجينس بوليساكرايد وحاجة اسمها جلوكوز أمينو جليكاتز. هقول لكم هيتروجينس بوليساكرايدز دي يعني ايه. بيقول لك هيتروجينس بوليساكرايد، هيتروجينس يعني مختلف يعني مش زي بعض، بوليساكرايد يعني سكريات عديده، تمام. بيقول لك ان هم سموها هيتروجينس علشان يفرقوها عن اللي قبلها اللي انتوا واخدينها المحاضره اللي فاتت، فاكرينها ولا مش مذاكرين؟ اللي احنا سميناها الهوموجينس بوليساكرايد. الهوموجينس بوليساكرايد دي كانت بتتكون من ايه؟ كانت بتتكون من جلوكوز 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 تكرر اكتر من 10 مرات، ده انا بوليساكرايد سميناه هوموجينس. ولكن هنا انا ما بكررش حاجه واحده بس، يعني انا ما باخدش جلوكوز واقعد اكرره، لا انا باخد حاجتين وليكن مثلا جلوكوز وحاجه كمان واقعد اكررهم، تمام. فلما اقعد اكررهم كذا مره بقت الوحده الاساسيه اللي بتتكرر عندي مكونه من مركبين مش زي بعض، فاحنا سميناهم ساعتها ايه؟ سميناهم هيتروجينس بوليساكرايد، تمام. لو انتوا يعني لسه الموضوع مش واضح بالنسبه لكم، هنعرفه اكتر في السلايد الجايه، ويلا نبدا المحاضره بتاعتنا. ولكن قبل ما نبدا المحاضره بتاعتنا، حابب نفتكر زمايلنا اللي توفوا وندعي لهم ربنا يتغمدهم بواسع رحمته يا رب ويلحقنا بيهم على خير. ويلا نبدا المحاضره بتاعتنا، ومحاضرتنا بعنوان ميوكوبوليساكرايدز، تمام. الميوكوبوليساكرايدز دي يعني احنا بنقسمها لحاجه اسمها نيوترال ميوكوبوليساكرايد، يعني ميوكوبوليساكرايدز متعادله، ما لا بتحمر ولا بتزرق ولا تعباد الشمس. طيب تتوقع بقى ان اكيد في نوع تاني يا بيحمر يا بيزرق، احنا ايه بيحمر؟ اللي هو اسيديك ميوكوبوليساكرايد. في البدايه النيوترال ميوكوبوليساكرايد دي عباره عن ايه؟ احنا قايلين اي ميوكوبوليساكرايد بيتكون من قطعتين. ايه هما القطعتين بتوعها؟ حاجه اسمها بروتين وحاجه اسمها بوليساكرايد اللي هو السكر يعني بتاعنا، تمام. طيب ليه وجود البروتين؟ وجود البروتين هنا هيبقى علشان يقوم بوظيفتها، هيبقى لها فانكشن معينه البروتين هو بيقوم بيها. طب البوليساكرايد بتاعنا اللي هو ايه؟ اللي هو السكر اللي هيتكرر، عشان السكر فيها بيتكرر كتير، تمام. طب نوع السكر بتاعنا ده بنسميه ايه؟ بنسميه حاجه اسمها اسيتايل هيكسوزامين. بالراحه، اسيتايل يعني في مجموعه الاسيتايل، امين يعني في مجموعه الامين. ايه الهكسوز ده بقى؟ هكسوز يعني سكر سداسي، وليكن الجلوكوز او الجلاكتوز، تمام. يبقى هو السكر بتاعنا مثلا ايه؟ جلوكوزامين، اسيتايل جلوكوزامين او اسيتايل جلاكتوزامين، تمام. ومفهوش يورونيك اسيد، بغض النظر عن مين هو اليورونيك اسيد ده، وانا تهمني بس ان هو كلمه اسيد، هو مفهوش اسيد ليه؟ عشان هو نيوترال. يبقى انت بالتالي كده هتتوقع ان النوع الجاي اللي هو الاسيديك اكيد فيه يورونيك اسيد، تمام. عشان ايه؟ علشان هو يبقى اسيديك، صح، تمام. طب تالت معلومة عندنا في النيوترال ميوكوبوليساكرايد هو ايه؟ ان هو موجود في الميوكوس سكريشن في الافرازات المخاطية، وده النوع اللي هم اكتشفوه في الاول، عشان كده سموها ميوكوبوليساكرايدز. وبعدين اكتشفوا الانواع الاسيديك وبدا يديها مصطلح اكتر، هيتروجينس ميوكوبوليساكرايد او جلوكوز امينو جليكانز. ايه جلوكوز امينو جليكانز دي؟ هنعرف كمان شوية، تمام. طيب يبقى احنا كده من البداية خدنا ايه بس في الميوكوبوليساكرايدز؟ خدنا اسمها ان التصنيف بتاعها ان هي بتبقى نيوترال او اسيديك، تمام. نرجع نقسم الاسيديك لحاجه اسمها نون سلفيتد، ما فيهاش مجموعه سلفر، يعني سلفر ده يعني كبريت، وسلفيتد يعني فيها مجموعه سلفر اللي هو هي الكبريت، تمام. يبقى احنا تاني الميوكوبوليساكرايدز بنقسمها لايه؟ نيوترال واسيديك. النيوترال دي خدنا كام معلومه؟ قال لك ان هي عباره عن وحدتين، جزء بروتين وجزء بوليساكرايد. ان هي البوليساكرايد او السكر بتاعنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن اسيتايل هيكسوزامين بس ما فيهوش يورونيك اسيد، وان هي تبقى موجوده في الميوكوس سكريشن
بتاعة الجسم في الإفرازات المنخطية، وبعدين الأسيديك قسمناها لنون سلفيتد وسلفيتد. نبدأ بقى كده للجدول بتاعنا دون، وده يعتبر العناوين اللي احنا هنتكلم عليها خلال المحاضرة دي. ما تتخضوش، احنا مش هنتكلم عن كل حاجة، احنا يعتبر هنتكلم عن الأسيديك بس ومش هنتكلم بتفصيل قوي، تمام؟ النيوترال هنا موجودين كأسامي بس، يعني كأسامي بس، ولكن انا هقول عليهم كام كلمة كده بحيث ان انا ايه ما اكونش بقرا لك اللي مكتوب وخلاص، لا ابقى ايه هقول لك يعني ايه معلومتين كده ليك، تمام؟ تمام. طيب في الجدول ده نحفظه ولا ما نحفظوش؟ هقول لك تحفظه. ليه تحفظه؟ عشان هو بصراحة الجدول ده هيوفر عليك أسئلة كتير هتيجي في الامتحان، أو موضوع أسئلة كتير هيجي في الامتحان. يعني ببساطة يقول لك إيه؟ يقول لك all the following are neutral mucopolysaccharides except، وروح حاطط لك تلاتة من دول، حاطط لك تلاتة من دول، روح جايب لك واحدة من دي. فساعتها أنت لو مش حافظ الجدول ده، ساعتها مش هتعرف تحل السؤال ده، تمام؟ أو العكس بقى، إن هو يقول لك مثلا all the following are acidic ما عدا، ويروح حاطط لك واحدة من دي، تمام؟ او ان هو يقول لك all of the following are sulfated mucopolysaccharide ما عدا، ويروح حاطط لك ثلاثه من دول، ويروح حاطط لك الهيالورونيك اسيد. وخلي بالكم ان الهيبارين هنا ايه ما فيهوش كلمه سلفيت، هنرجع لها كمان شويه، تمام؟ تمام. طيب نيجي بقى نقرا كده اول حاجه النيوترال mucopolysaccharide، وعاوزك تقراهم من المره الاولى للاخيره عشان مش هتشوفهم تاني خلال المحاضره دي، تمام؟ تمام. قال لك النيوترال mucopolysaccharides دي هي عندنا هم عباره عن ايه؟ هم عباره عن سته، تمام. اول حاجه اسمها نانا. نانا لا اختصار لايه؟ ان استايل نيورامينيك اسيد. المعلومه اللي عندنا فيه اللي هو بيقول لك ان هو موجود في الفقاريات والبكتيريا، في الفيرتبريت والبكتيريا، يعني الفقاريات والبكتيريا وبس كده، مش عاوز اكتر من كده. تاني معلومه عندنا حاجه اسمها بلاد جروب سبستنس. ايه البلاد جروب سبستنس؟ من اسمها كده، مواد موجوده في البلاد جروبس. طب ايه هي البلاد جروبس عندنا؟ انت عارفين فصائل الدم عندنا اربعه، A B O، تمام؟ تمام. ده بيتحدد عن طريق ايه؟ بيقول لك عامل حاجه ان احنا لو جبنا كوره دم حمراء، ادي كوره دم حمراء، وادي كوره دم حمراء، بعد كده عاوزين نقلها، وادي كوره دم حمراء، تمام؟ تمام. بيقول لك عامل حاجه ان لقوا ان كرات الدم الحمراء اللي هي من فصيله ايه عليها انتيجين. انتيجين يعني الانتيجين ده لفظ لسه هتاخدوه، قول عليها مثلا علامه بتاعت ايه. طب وكرات الدم بي هتبقى عليها علامه بتاعت بي. طب كرات الدم الاي بي هيبقى عليها علامه ايه وعلامه اي بي. كرات الدم اللي هي الاو ما عليهاش اي علامه خالص، زي ما انتم شايفين فاضيه زي الاو، تمام؟ فقال لك ان العلامه دي اللي هو الانتيجين ده او العلامه دي مين بيدخل في تركيبه؟ بيدخل في تركيبه النيوترال ميوكوبوليساكرايد اللي احنا بنسميها بلاك جروب سابستنس دي، اللي هي منها حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها الفيوكوز، مش فركتوز، الفيوكوز. يبقى اول معلومه عندنا المهمه اللي هو البلاك جروب سابستنس دي بيدخل في تركيبها ايه؟ بيدخل في تركيبها الفيوكوز، ودي واحده من نيوترال ميوكوبوليساكرايد، تمام. طب تاني حاجه من النيوترال ميوكوبوليساكرايد، او تالت حاجه، وهي ايه؟ حاجه اسمها الجونادوتروفينز والسيروتروفيك هرمون او السيروتروفين، تمام. تمام. طب جونادوتروفين تعالوا نقسمها زي ما احنا قلنا، احنا بنقسم كل كلمه جونادو اللي هي الجونادز اللي هي الايه اللي هي التستس في الميل والاوفر في الميل، هي الغدد التناسليه يعني. وتروف، تروف دي يعني غذي، واي ان دي يعني بروتين، تمام؟ فهو البروتين بيروح يغذي الجونادز، تمام؟ تمام. ايه البروتين اللي بيروح يغذي الجونادز دي؟ قال لك دي هرمونات بتطلع من الغده النخاميه اللي زي الاف اس اتش والال اتش، تمام؟ بيروحوا يغذوا الغدد التناسليه اللي هي الجونادز، تمام؟ تمام. طب بالمثل بقى، ايه هو السيروتروفيك هرمون؟ سيرو يعني سيرويد اللي هي الغده الدرقيه، وتروفيك يعني غذي، تمام؟ يبقى ايه هو الهرمون اللي بيغذي الغده الدرقيه؟ هو الايه؟ هو تي اس اتش، تمام؟ يبقى هو ده المقصود بيهم الايه؟ الاف اس اتش والال اتش، وده المقصود بيه ايه؟ تي اس اتش، تمام؟ تمام. طب رابع واحد عندنا في النيوترال ميوكوبوليساكرايد حاجه اسمها الفا 1 والفا 2 جلوبيولينز، تمام؟ جلوبيولينز دي مجموعه بروتينات بتتقسم لالفا وبيتا وجاما. الالفا دي منها الفا 1 والفا 2، دورهم ليهم حاجه اسمها انفلاميشن مالكش دعوه بيها، تاخده بعدين، ولكن يعني ايه عشان تعرف ان الفا 1 والفا 2 هو اللي ليهم علاقه بالايه؟ بالميكوبوليساكرايد بتاعنا. طب النقطه اللي بعدها وحاجه اسمها ايه؟ اوفا البيومين. ايه الاوفا البيومين دون؟ ده البيومين موجود في الايه؟ في الاوفا. الاوفا اللي هي البويضه مالناش دعوه بيه. الحاجه اللي بعدها حاجه اسمها فايبرينجين. ايه الفايبرينجين ده؟ بص، جين ده مصطلح جين ده، اول ما تقراه في اخر كل اي كلمه اعرف ان هو اختصار جينيسيس اللي هو تكوين، تمام؟ فقال لك ده الماده اللي بتكون الفايبرين. الفايبرين دي قال لك الفايبرين دي خيوط لها علاقه بتكوين الجلطه، تمام؟ خيوط الفايبرين بتدخل في تركيب الجلطه، تمام؟ تمام. يبقى احنا تاني، ايه هو النيوترال
ميوكو بوليسكارايدز اللي انت تعرفها عشان ما يجيلك ام سي كيو او يجيلك ريتن يقول لك ايه هي النيوترال ميوكو بوليسكارايدز، تقول له النانا، تقول له بلاك جروب سابستانس، نانوتروفين، سيروتروفيك هرمون الفا 1 والفا 2، جلوبولينز، اوفا البومين، وفايبرينوجين. تمام. انسى لي بقى نيوترال ميوكو بوليسكارايدز دول، انا مش هحتاجهم تاني خالص اخر المحاضره، ولكن ما تنساهمش طبعا في الايه في الامتحان. تمام. نخش بقى في الايه في الاسيديك ميوكو بوليسكارايدز. الاسيديك ميوكو بوليسكارايدز عندنا بنقسمهم ل حسب هو ما فيهم مجموعة صلفيت اللي هي الكبريت ولا ما فيهمش مجموعة الصلفيت. تمام. لو هم ما فيهمش مجموعة الصلفيت عندنا مثال واحد ليهم بس اسمه هيالورونيك اسيد. طبعا لو حد ألدغ بحرف الراء تبقى الدنيا عنده بايظة، يبقى اسمه ايه هيالورونيك اسيد، انا ساعات بلدغ فيها يعني. الهيالورونيك اسيد دون ده اهم واحد نون صلفيتد ميوكو بوليساكرايد، وده هنتكلم فيه باستفاضة سنة. وبعدين هنخش بقى في الصلفيتد. الصلفيتد هما يعني ايه مسهلينهم علينا، وبيقول لك كلهم فيهم مجموع كلمه صلفيت اسمه هيبران صلفيت، كوندروتين صلفيت، كيراتان صلفيت، درماتان صلفيت، ولكن الوحيد العاق اللي ما طلعش فيه كلمه صلفيت وهو الهيبارين. تمام. هو بقى في الامتحان يروح جايب لك ايه، يقول لك all of the following are صلفيتد ميوكوبوليسكرايد اكسبت، ويروح حاطط لك بقى ايه كوندروتين صلفيت، هيبران صلفيت، هيبارين، وهيالورونيك اسيد. تروح انت مختار هيبارين، عشان ارجع اقول لك يا عم الحاج ما تنساش الهيبارين صلفيتد، رغم ان هو ما فيهوش كلمه صلفيت الا ان هو صلفيتد. تمام. تمام. احنا بقى مش هنعيد فيهم عشان احنا هنتكلم عليهم باستفاضه، فيلا نبدا فيهم. بس قبل ما نبدا فيهم احنا عندنا ايه معلومه، بيقول لك عن ان الفيوكوز بيقول لك ده دي اكسو اكسوز دي اوكسي اكسوز عند سي 6. يعني ايه دي اوكسي؟ يعني شلنا مجموعه الاكسجين عند سي 6 ماشي، من ايه من سكر ثلاثي الكربون، ولكن مثلا الجلوكوز او الفركتوز احنا جينا عند سي 6 ورحنا شايلين منها مجموعه الاكسجين وسيبناها بالاتشات بتاعتها. تمام. تمام. بيقول لك ان انا بيتكون من بيروفيت ومنوزامين. طبعا المعلومه دي ما تهمنيش خالص. قبل ما نبدا طبعا المفروض ان احنا نتكلم عن كل واحد فيهم من الاسيديك، من البدايه من الهيالورونيك اسيد لحد الدرماتان سلفيت، ولكن في البدايه كده هو بيديك شويه معلومات عامه كده عن الايه عن الميوكوبوليسكرايد. ايه المعلومات العامه دي؟ يعني بيقول لك ان الجلوكوز امينو جلايكانز. تمام. ليه سموها جلوكوز امينو جلايكانز؟ نعرف برده كمان سلايد كده يعني. تمام. لازم يبقى فيه سسبنس. جلوكوز امينو جلايكانز دي بتبقى موجوده معظمها او موجوده كلها في الاكسترا سيلولار ماتريكس بره الخلايا، ما عدا واحد بس هو اللي موجود جوه الخلايا وهو الهيبارين. تمام. عاوزك تفتكر الاسم ده كويس علشان هنروح لما نروح نتكلم عنه هسالك ساعتها سؤال وتجاوبني عليه وتقول لي ايه، تقول لي عشان هو موجود انترا سيلولار مش موجود اكسترا سيلولار. تمام. تمام. بيقول لك ان الميوكوبوليسكرايدز دي بتشتغل كايه، كلوبريكانت وككوشن. تمام. لوبريكانت يعني مزيت او مشحم، وككوشن يعني ماص للصدمات. تمام. ليه؟ قال لك عشان عندها القدره على انها تمتص الميه. تمام. يعني هي ببساطه كده هي لها خاصيه زي خاصيه السفنج. السفنج لما تحطه مثلا لو جبت طبق في ميه ورحت حاطط فيه سفنجايه، هتلاقي السفنج دون شرب الميه كلها وكبر في الحجم. تمام. تروح انت شايل السفنجايه وتروح ضغطها، اول ما تضغطها تروح سايب الميه، هيروح سايب الميه اللي فيه كلها وتلاقي خد حجم صغير قوي كده. تمام. فدي بالظبط دي خاصيه من خصائص الميوكوبوليسكرايدز، ان هو ليه خاصيه السفنج، ان هو له القدره على انه يمتص كميه كبيره من الميه، ولما تعصره يروح فاقد الميه اللي فيه ويروح واخد حجم صغير زي ما هو مكتوب سمولر فوليوم، وبعدين لما بقى تشيل الضغط اللي كان عليه دون يبدا يسحب الميه تاني ويرجع للحجم الطبيعي بتاعه. فالخاصيه دي يعني انا بحتاجها في ايه؟ بحتاجها في حاجتين، حاجه اسمها الساينوفيال فلويد السائل الزلالي الموجود في المفاصل الزلاليه بتاعه الجسم، والفيتراس هيومر بتاع العين اللي هو برضه سائل بيبقى موجود جوه العين، هبوريكم صوره العين كمان شويه وهتشوفوه. تمام. طيب الخاصيه دي بقى اسمها ايه؟ اسمها ريزيليانس. وده بقى ممكن يجي لك برضه سؤال في الامتحان يقول لك one of the following is characters او properties of ميوكوبوليسكرايد، ويروح جايب لك بقى كذا 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 ومن ضمنها ايه ريزيليانس. ساعتها انت تختار الايه، تختار كلمه ريزيليانس انها دي الخاصيه بتاعتها. تمام. يبقى الميوكوبوليسكرايدز قلنا معلومات عنها عموما انها معظمها موجود فين؟ موجود بره الخلايا، ما عدا مين العاق اللي جوه الخلايا؟ هيبارين. ومش عاق ولا حاجه يعني، دي ما نيجي نعرفها تعرفوا انها حاجه من ايه يعني، حكمه من حكم ربنا يعني سبحان الله. تاني حاجه ان هو بيشتغل كلوبريكانت كمص للصدمات، لوبريكانت مشحم، وككوشن مص للصدمات. ليه؟ عشان هو له القدره ان هو يمتص الميه. طب الميه دي بيمتص بيها ويحتفظها على طول؟ لا، انا قال لك لما بضغط عليه واعصره الميه دي تخرج، وبعدين ياخد هو مساحه صغيره
وبعدين لما اشيل الضغط من عليه يبدأ يمتص المية تاني ويرجع للحجم الاصلي بتاعه. وسمينا الخاصية دي اسمها ريزيليانس، تمام. دي موجودة في بنحتاجها في الساينوفير فلويد، السائل الزجاجي بتاع المفاصل الزجاجية، والفيتراس هيومر بتاع العين، برضو سائل موجود جوه العين. نبدأ كده على طول بالاسيتيك ميوكوبوليسكرايد. والاسيتيك ميوكوبوليسكرايد دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من حاجة اسمها ريبيتد داي سكرايد يونت. لو انتوا فاكرين في اول سلايد خالص انا قلت لكم ان احنا سميناها هيتروجينوس بوليسكرايد علشان نفرقها ما بينها وما بين الهوموجينوس ميوكوبوليسكرايد، سوري، ما بينها وما بين الهوموجينوس بوليسكرايد، تمام. الهوموجينوس بوليسكرايد زي ايه؟ زي النشا، النشا اللي هو الستارش والجلايكوجين والدكستران والانيولين والكلام دوت، كانت هي حاجه واحده بنقعد نكررها كتير. ولكن هنا لا، هما حاجتين، هي يونت، هي يونت، سوري، هي يونت، هي وحدة بتتكون من حاجتين، والحاجتين دول بنقعد نكررهم كتير كتير كتير، تمام. تمام، الحاجتين دول باختصار هم ايه؟ هم سكر وحمض، مش احنا سميناها اسيدك عشان لازم يكون فيها حمض، تمام. طيب ايه هو بقى السكر وايه هو الحمض؟ السكر ده بيقولك اما هو امينو شوجر اسيد او امينو شوجر، ايه الكلام ده؟ ولكن مثلا هنديك سكر، احنا ما عندناش الا سكرين، يا اما جلوكوز يا اما جلاكتوز، تمام. فهو بيقول لك بقى ان اي منهم هيكون ماسك فيه مجموعه الامين اللي هي بنسميها ايه؟ بنسميها ساعتها هنسميه جلوكوز امين او جلاكتوز امين، تمام. يبقى يا اما جلوكوز امين يا اما جلاكتوز امين. طب الجلوكوز امين ده ممكن يبقى ماسك فيه مجموعه الاستايل وممكن ميبقاش فيه ماسك مجموعه الاستايل، فساعتها هتسميه ان استايل جلوكوز امين او ان استايل جلاكتوز امين او جلوكوز امين بس او جلاكتوز امين بس. ايه بقى الكلام ده؟ انت لخبطتني، اعمل حاجه. بص انا مش عاوزك تعرف اي حاجه من ده، انا عاوزك تعرف ان الحمض اللي هي ان المركب اللي هيجي لك هو فيه جلوكوز امين ولا جلاكتوز امين. انا ما مالكش دعوه بقى لا الفا بيتا استايل مش استايل، احنا مالناش دعوه، هو جلوكوز ولا جلاكتوز، تمام. تمام، ادي كده اول حاجه اللي هو جلوكوز امين وجلاكتوز امين. طيب تاني حاجه بقى عندنا اللي هو الحمض، ده السكر، ده الحمض بتاعنا بقى بيقول لك اما يكون يورونيك اسيد، ده حمض، تمام. الحمض ده بيبقى منه شكلين، شكل اسمه جلوك يورونيك وشكل اسمه اديورونيك، تمام. ايه الفرق بينهم؟ بيقول لك اعمل حاجه ان مجموعه الاو اتش اللي عند الكربون رقم 5 بدل ما هي كانت على اليمين بقت على الشمال، فلو هي على اليمين جلوك يورونيك، لو هي على الشمال اديورونيك، او العكس مش مشكله، تمام، عشان تعرف ان احنا ايه بنهتم بالتفاصيل قوي يعني. المهم، فاليورونيك اسيد دون عباره عن اما جلوك يورونيك او اديورونيك برضو، او ممكن ما يبقاش يورونيك اسيد خالص ويبقى مونوساكرايد، وما عندناش الا واحد بس هو اللي فيه الكلام دون، اللي هو مين؟ اللي هو الكيراتين سلفيت، تمام. تمام، هو الوحيد اللي هو فيه مونوساكرايد هو الايه؟ هو الكيراتين سلفيت. الباقي هتلاقي بقى اما جلوكوزامين وجلوكورونيك اسيد، جلوكوزامين اديورونيك اسيد، جلاكتوزامين جلوكورونيك اسيد، جلاكتوزامين اديورونيك اسيد، تمام. ادي الانواع اللي عندنا، تمام. طيب السكر السكر والحمض دول مش هيربطوا مع بعض يعني، هيدنهم سايبين كده ولا هيبقى فيهم رابطه بينهم؟ لا، هيبقى في رابطه. الرابطه بتاعتنا اسمها ايه؟ اسمها جلايكوزيديك بوند، تمام. فبالتالي بقى في كل حمض، سوري، في كل مركب احنا هندرسه من المركبات الجايه دي يعني. انا مهم عندي تعرف ايه؟ تعرف السكر بتاعه ايه؟ الحمض بتاعه ايه؟ الرابطه ايه؟ عشان دول بقى مواضيع ام سي كيو كتير. انا عارف ان انت حاسس ان الموضوع صعب، ولكن الموضوع لما هنيجي ناخده هتلاقي الموضوع سهل خالص. ليه؟ عشان انت هتحفظ واحد، وهتلاقي اللي جايين هقول لك مثلا ان اللي بعده هنغير بدل كذا تبقى كذا، اللي بعده هنبقى نغير بدل كذا تبقى كذا، فده تحفظ واحد والباقي هتستنتجه منه، تمام؟ تمام. نيجي بقى لاول واحد من النون سلفيتد ميوكوبوليسكرايد وهو الهيبارين، سوري، الهيالورونيك اسيد، تمام. النون سلفيت اول واحد من النون سلفيت هي ميوكوبوليسكرايد اللي هو الهيالورونيك اسيد، تمام. تمام، قلنا عاوزين نعرف منه ايه؟ عاوزين نعرف ايه الحمض بتاعه وايه السكر بتاعه. السكر بتاعه ان استايل جلوكوزامين والحمض بيتا جلوكورونيك اسيد. زي ما انا قلت انا مش عاوز لا بيتا ولا ان استايل والكلام ده، انا عاوزك تعرف بس ان هو جلوكوزامين وجلوكورونيك اسيد، وانا عاوزك تحفظ ده كويس جدا عشان ده اللي هيسهل لك حفظ اللي جايين كلهم، تمام. ليه؟ عشان هقول لك انا في اللي جاي بدل ما هو جلوكورونيك اسيد بس، لا، هيبقى جلوكورونيك واديورونيك، يبقى ان استايل جلوكوزامين ومع جلوكورونيك او اديورونيك بيبدلوا مع بعض، تمام. تمام، طيب اللي بعده هيقول لك ان هو برضه هو نفس التركيب، جلوكوزامين وجلوكورونيك واديورونيك، بس نسبه الجلوكورونيك اسيد هتزيد شويه، تمام. فالاساس بتاعنا ان احنا نحفظ ان هو ايه، ان الهيالورونيك اسيد عباره عن ايه؟ عباره عن جلوكوزامين وجلوكيورونيك اسيد، تمام. تمام، طيب
جلوكوز ده شكله، ودي الروابط اللي بينه، بيتا 1 و3، بيتا 1 و4 جلايكوزيليك بوند، والرابطة مهمة. تمام، الرابطة دي للأسف ملهاش سكيمة، بس في جدول في الآخر هيكون لامم كل المركبات دي، هتذاكره مرة واحدة أو تراجع عليه مرة واحدة، تلاقي الدنيا زي الفل. تمام. طب نيجي بقى نعرف إيه هي وظائف الهياليورونيك أسيد ده. طيب شغال الحمد لله. الهيالورونيك أسيد ده ليه 5 وظائف. أول وظيفة عندنا إن هو بيشتغل كسيمنت سبستانس بين التشو، هو بيشتغل زي الأسمنت اللي موجود بين الطوب ده بالظبط. تمام، بحيث إن هو يربط التشو ما بين بعضها. طيب عشان ندخل بقى أكثر حاجة كده لها علاقة بينا، زي ما انتوا شايفين كده، ونعتبر مثلا النقط دي هي خلايا، واللي حوالينها الأصفر دون ده الهيالورونيك أسيد، فهو بالنسبة لنا هو بيمثل السيمنت بتاع دون. طبعا هو ميبقاش الهيالورونيك أسيد ده لوحده، لأ، بيبقى فيه مواد تانية معاه، وبرضه بيبقى فيه خلايا وسيطة والكلام دون، ولكن المعلومة اللي عندنا بتقول إن إيه، إن الهيالورونيك أسيد ده بيدخل في تركيب الإيه؟ بيدخل في تركيب السيمنت سبستانس أو الماتريكس بتاع الإيه؟ بتاع التشو ده. طب تاني معلومة عندنا، قالك إن هو وجوده في سيمنت سبستانس، لأ، وجوده كسيمنت سبستانس بيساعد على السيل مايجريشن، على هجرة الخلايا اثناء الايه، اثناء الوند ريبير واثناء المورفوجينيسيس. ايه الوند ريبير والمورفوجينيسيس؟ تعالوا كده الوند ريبير ده الاول، بيقول لك اعمل حاجه ان احنا عندنا مثلا، وليكن ده الجلد، جه مثلا جيت انت اتعورت كده، ساعتها شكل الجلد هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده. تمام. طبعا دي كلها الماتريس اللي هي الهيالورونيك اسيد بتاعتنا. ايه اللي بيحصل بقى؟ قالك ان بتبدا خلايا معينه تفرز الهيالورونيك اسيد ده، لما تفرزه ايه اللي يحصل؟ يروح هو مال الفراغ ده كده، مال الفراغ مال الفراغ مال الفراغ، لحد ما تيجي هنا الطبقة السطحية. الطبقة السطحية دي طبعا تيجي بقى الخلايا اللي حوالينها، اللي هي خلايا الجلد اللي هنا دي، تبدأ بقى تنقسم تنقسم تنقسم، وتروح هي معدية على الكوبري اللي اتعمل ده عشان ترجع الجلد بشكله الطبيعي. تمام، فهو بيساعد، وجوده كسيمن سبستانس بيساعد على السيل مايجريشن، على هجر على هجرة الخلايا اثناء الوند ريبير ده اللي احنا قلناه. ايه هو بقى المورفوجينيس ده؟ المورفوجينيس ده هو ايه؟ هو تميز الخلايا، هو سيلولار ديفرنشيشن انتو تيشوز، انسجه واورجانز، اعضاء. ده ايه فين بقى؟ ده في الجنين، لما تاخدوا حاجه اسمها علم الامبريولوجي، هتاخدوه برضو المديول ده ان شاء الله، جزء تبع الاناتومي يعني، لما تاخدوه هتعرفوا ان ان الجنين كان عباره عن ايه، كان عباره عن قرص من 3 طبقات. تمام، زي كيكه كده. الـ3 طبقات دول سبحان الله بيقعدوا بقى يتحركوا ويتلفوا ويحصل فيهم تغيرات كتير، بحيث ان هما يدينا شكل الجنين اللي احنا عارفينه، بس انا ما بعرفش ايه ارسم. تمام، لحد ما يدونا الشكل ده. فتخيل ان هو سبحان الله من القرص ده بقينا كده، فطبعا في حركه رهيبه وهجره رهيبه للخلايا بتحصل نتيجه وجود الهيالورونيك اسيد في الماتريس بتاعها. تمام، طيب الـ3 وظائف اللي بعض مرتبطين ببعض، ومرتبطين بالخاصيه اللي انا قلتها من السلايدين كده بالظبط، ان هو بيشتغل كايه، ان هو بيشتغل لوبريكانت وكاكوشن. تمام، فقال لك ان هو بيبقى موجود في السافينوفيرال فلويد، في السائل الزلالي بتاع المفاصل، علشان يعمل على تزييت المفاصل وبالتالي يسهل حركتها. تاني حاجة ان هو بيشتغل كمصل الصدمات في الكارتريج في الغضاريف، فبيخلي الكارتريج كومبريسابل، قابلة للانضغاط. تالت حاجة ان هو بيخلي الاكسترا سيلولار ماتريس لوز، عشان هو له القدرة على امتصاص المية. يبقى تاني الهيالورونيك اسيد ده قلنا ان هو بيتكون من ايه، بيتكون اول حاجة ان هو نون سلفيتد. تمام، تاني حاجة ان هو جلوكوزامين وجلوكيرونيك اسيد، الروابط بتاعته بيتا 1 و3 وبيتا 1 و4، ووظايفه 5: سيمنت سبستانس، ساعد على السيل مايجريشن اثناء الوند ريبير والمورفوجينيسيس، بيشتغل بيبقى موجود في السينوفيال فلويد، في الكارتريج، في الاكسترا سيلولار ماتريكس. سينوفيال فلويد عشان يعمل دوبليكيشن، في الكارتريج عشان يخليها كومبريسابل، الاكسترا سيلولار ماتريكس بيخليها لوز عشان يقدر يمتص الميه. تمام. طب كده خلصنا الهيالورونيك اسيد، خلصناه، بس عندنا فيه شويه ان بي كده ايه صغيره. الان بي بتاعتنا دي بتقول لك ايه؟ بيقول لك ان في 3 بيستغلوا الهيالورونيك اسيد ده. تمام، مين الثلاثة دول؟ قالك أول حاجة التيومر سيلز. التيومر سيلز دي الخلايا السرطانية. تمام، بيقولك هعمل حاجة إن الهيالورونيك أسيد ده بيساعد على السيل مايجريشن، ولكنه بتدرسه، سوري، بتنتجه الخلايا السرطانية علشان تساعد برضو، عشان تساعدها برضو على إنها تهاجر ويحصل سبريد للتيومر، انتشار للورم. تمام، عشان انتوا لسه ما خدتوش، سوري، عذر على الانتربشن ده. دلوقتي بيقول لك ان الخلايا السرطانيه بتستغله على انها تهاجر ويحصل انتشار للورم. تمام، طب انتوا ما خدتوش موضوع الورم ده، ما خدتوش الورم ده بيتكون ازاي. تعالوا كده هديكوا مثال صغير، وليكن ان احنا عندنا اوضه،
والأوضة دي فيها 5 أشخاص، وال5 أشخاص دول بيجيلهم كل يوم 5 سندوتشات عشان ياكلوهم، تمام. وال5 أشخاص دول بيقوموا بوظيفتهم الموجودين فيها في الايه، في الأوضة دي، تمام. تمام، هنقول بقى ان الأوضة دي مثلا بتمثل لنا عضو معين وليكن الكبد، والأشخاص دول بيمثلوا خلايا الكبد، تمام، خلايا الكبد، وال5 سندوتشات ده الغذاء اللي رايحهم، تمام. بتيجي بقى خلية، أنا مثلا نرسمها بالأسود، دخلنا شوية، خلية من خلايا الكبد بتتجنن، تقعد تعمل ايه، تقعد تنقسم 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 كتير كده، تمام. لما انقسمت كتير كده هي أولا عملت حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ زودت الخلايا اللي موجودة في الكبد، فبالتالي بقى ال5 سندوتشات دول ما يقضوش الكبد، وبالتالي هي بدأت تاخد الغذاء ال5 سندوتشات كلهم ليها، فبدأت تحرم الخلايا الطبيعية اللي هي دي، الخلايا الطبيعية دي بدأت تحرمها من الغذاء بتاعها، فبالتالي أنا الخلايا الطبيعية الموجودة عندي ما بقتش تقدر بتقوم ما بقاش في غذاء، فبالتالي ما بقتش بتقدر بتقوم بالوظيفة بتاعتها، فالكبد ما بقاش له وظيفة، ما بقاش بيقوم بالوظيفة بتاعته. تاني حاجة إن الخلايا دي هي خدت الغذاء واتكسرت بس هي برضه ما بتقومش بوظائف، يعني هي ببساطة كده بتطبق مثلا ايه، أكل ومرعى وقلة صنعة، فالخلايا دي بتتكاثر وبتاخد الغذاء بس هي ما بتقومش بوظيفة، وكمان بتيجي على الخلايا الطبيعية اللي موجودة اللي هي عاوزة تقوم بوظيفتها، ما بتخليهاش بتقوم بوظيفتها، تمام؟ تمام. طيب بعد فترة كده من تكاثر وإنها تاخد الغذاء، يبدأ الغذاء ده تحس إن هو مش مكفيها، تبدأ تقول لك لا أنا ماليش أكل، إيه عيش هنا، أنا هاجر. طب هتهاجر فين يا حاجة؟ قال لك أنا إيه، هاخد شوية خلايا كده مني لنفسي، أيوة هاخد شوية خلايا كده ونبدأ نهاجر، تمام. فتهاجر بقى تستخدم إيه ساعتها في الهجرة؟ تستعمل اللي هي الهيالورونيك أسيد ده، تمام. تروح منتجة الهيالورونيك أسيد وتهاجر. لما تهاجر بقى تروح بقى لمكان قريب مكان بعيد، فيحصل حاجة اسمها انتشار للورم أو اللي هو سبريد أوف تيومر، تمام. وللأسف للأسف للأسف لو حصل سبريد تيومر الموضوع ده بيبقى صعب إن احنا نعالجه ساعتها، تمام. تمام، فده باختصار كده معلومة كده صغيرة عن ايه، عن موضوع التيومر ده، عن موضوع السرطان، لحد ما ناخدوه بالتفصيل ان شاء الله في الايه، في الباثولوجي. طب دي كده اول حاجة، اول نوع بيستغل الهيالورونيك اسيد ان هو ينتجه. طب تاني حاجة بتستغله وهي البكتيريا، تمام. البكتيريا دي بتستغل الهيالورونيك اسيد ده ازاي؟ قال لك هي مش بتستغله بالظبط، هي بتستغل الهيالورونيديز انزيم. بص كلمة ايز دي مقطع ايز، اي اس اي ده، اول ما تقراه في اي مكان اعرف ان هو ده معناه انزيم. ايه الهيالورونيديز انزيم؟ من اسمه الانزيم اللي بيكسر الهيالورونيك اسيد، تمام. فاكرين الهيالورونيك اسيد ده احنا قلنا ان هو ايه، السيمنت سبستانس الموجود بين الخلايا. لما نكسر السيمنت سبستانس ده قالك ساعتها بيبقى سهل للبكتيريا انها تنتشر، فبيساعد على انتشار الانفكشن، فساعتها انا سميت الهيالورونيديز الانزيم دون اللي ساعد البكتيريا على انها تنتشر سميناه عامل الانتشار سبريدنج فاكتور. يبقى احنا كده خدنا ايه هو السيمنت سبستانس الهيالورونيك اسيد، ايه هو السبريدنج فاكتور الهيالورونيديز انزيم، والهيالورونيديز انزيم ده بيجي ام سي كيو كتير قوي، ايه هو السبريدنج فاكتور الهيالورونيديز انزيم، تمام. مهم مهم مهم، تمام. طب تالت حاجه بتستغله هو ايه، وهو السبيرم. عارفين من السبيرم ده هو الحيوان المنوي، تمام. السبيرم ده بيتكون من ايه، بيتكون من هيد وبودي وتيل، تمام. تمام، طيب الهيد داون بيبقى فيه حاجة كده في فوق اسمها اكروسومال كاب، طاقية، تمام. الطاقية دي بتنتج الهيالورونيديز انزيم، او بيبقى فيها الهيالورونيديز انزيم. طيب الهيالورونيديز انزيم بيبقى فيها ليه؟ قالك علشان الاوفا، البويضة دي بتبقى محوطة بغشاء، الغشاء داون فيه الهيالورونيك اسيد، فبنفس الفكرة ان الهيالورونيديز انزيم يروح يكسر الهيالورونيك اسيد علشان السبرم يدخل الاوفا ويحصل عملية الفيرتلايزيشن او عملية الاخصاب اللي بتحصل، تمام. تمام، يبقى ايه هما الثلاثه اللي بيستغلوا الهيالورونيك اسيد؟ التيومر سيلز علشان تنتشر، البكتيريا تفرز الهيالورونيديز ايز انزيم ده السبريدنج فاكتور، والسبيرم يفرز الايز برضه عشان الهيالورونيك اسيد اللي موجود في الاوفا عشان يكسره ويحصل عمليه الفيرتلايزيشن، تمام. اخر ان بي بقى اللي هو ايه، بيقول لك تعريف المورفوجينيسيس، تمام. ده اللي احنا قلنا ان هو السيلولر ديفرنشيشن انتو تيشو اند اورجانز في الامبريو، تمام. تمام،
كده انا يعتبر خلصنا هيالورونيك اسيد، ده اكبر واحد اهم واحد، الباقي هيبقى سهل ان شاء الله. نخش بعده، وده الوحيد اللي نون سلفيتد، نخش بعده في السلفيتد، ولو زي ما انتم شايفين الاسم اتغير اهو بقى السلفيتد، واول واحد عندنا هو الهيبارين. تمام، فاكرين الهيبارين كده انا قلت عليه ملحوظه في الاول، هسالكم فيها كمان شويه. الهيبارين ده عباره عن ايه؟ عباره عن جلوكوزامين وجلوكورونيك اسيد او ايدرونيك اسيد، بس ما تنساش ان هم طبعا ايه سلفيتد. تمام، يبقى هو اليونت بتاعته عباره عن ايه؟ عباره عن جلوكورونيك جلوكوزامين اهو، تمام، وطبعا سلفيت. اما بيقول لك ان هو يبقى معاه جلوكورونيك اسيد او ايدرونيك اسيد، تمام، يعني هو ممكن بطنين يبقى واحد كده واحد كده واحد كده واحد كده، تمام، ان هم هي الوحده بتتكون من ايه؟ من حاجتين بس. تمام تمام وطبعا ما تنساش مجموعه الايه؟ مجموعه السلفيت اللي هي الكبريت. تمام، طيب ايه الهيبرين كده؟ احنا عرفنا اول حاجه الايه، اول حاجه هو بيتكون من ايه، تاني حاجه الرابطه بتاعته وهي الفا 1 و4 جلايكوزيليك بوند. تمام، يبقى الرابطه بتاعته ايه؟ الفا 1 و4 جلايكوزيليك بوند. تمام، طب الهيبرين ده بيقول لك ان هو موجود فين؟ بيقول لك موجود في حاجه اسمها الخلايا الصاريه، تمام، انتراسيلور. ماشي، جاوبت نفسها اهو. فاكرين لما قلنا ان كل الميكوبوليسكرايد اكسترا سيلر ما عدا الهيبرين هو الانترا سيلر؟ اهو هو بيبقى موجود جوه الخلايا الصاريه، انتر سيلر جوه الخلايا نفسها. ارونج بقى البلاد فيزل وول على ايه؟ على طول الاوعيه الدمويه في الهارد، مالناش دعوه، يهمني بس الايه؟ ان هو موجود فين؟ في الخلايا الصاريه انترا سيلر. تمام، فعشان كده بيبقى تركيزه في الدم نفسه، في الدم نفسه البلازما بتاعت الدم بيبقى قليل. ليه بيبقى قليل؟ علشان هو موجود انترا سيلر جوه الخلايا. تمام تمام طيب بيقول لك ان الايديولوجيك اسيد هو عباره عن ايه؟ عباره عن سي 5 اي بي مار، دي احنا قلناها ان هو بدل ما ايه، بدل ما الاو اتش موجود على اليمين بقت موجود على الشمال. ماشي، مش موضوع. تمام، طب ايه الهبالين ده بقى وظيفته ايه؟ دي بقى النقطه الايه اللي تهمني. لو تسمعوا عن، انا مش عارف عارفين ولا لا، الهبالين ده حاجه من حاجات المستخدم كعوامل سوري ضد التجلط. لو حد مثلا جات له جلطه او حد يعني معروف ان هو بيجي له جلطات كتير، بيمشوه على الايه؟ على الهيبارين ده، او بيمشوه ان هو يذيب الجلطه، مثلا جلطه اتكونت يديله هيبارين عشان يذوبها. تمام تمام طيب عشان احكي لكم بقى الموضوع واوصلكم فيه شويه مصطلحات تتقال هنا، عشان اوصلها لكم تعالوا كده اعرفكم يعني ايه موضوع التجلط والجلطه ده. تمام، بص، انتي كواجولانت يعني ضد التجلط. طب التجلط نفسه يعني ايه؟ يعني كواجوليشن. تمام، طيب كواجوليشن ده تجلط. طب جلطه نفسها يعني ايه؟ يعني ثرومبس، ثرومبس او ليها لفظ تاني اسمه كلوت. تمام، يبقى ثرومبس او كلوت ده معناها ان هي جلطه. تمام، طب الجلطه دي عشان تتكون بتبقى محتاجه 12 عامل عشان يكونوها، 12 مركب سميناهم عوامل التجلط، بينشطوا بعض، بيتكونوا بترتيب معين وتتابع معين علشان يكونون الجلطه. فسمينا عوامل التجلط دي حاجة اسمها كلوتينج فاكتور. تمام، بس انا مش عاوز المصطلح ده تاني. يبقى احنا عوامل التجلط هو كلوتينج فاكتورز. تمام، 12 عامل تجلط. تمام تمام طب نرجع بقى للفظ ثرومبس ده. ثرومبس ده اللي هي الجلطة نفسها. طب الجلطة دي بتتكون من ايه؟ او البروتين بتاع الجلطة اسمه ثرومبين. تمام، احنا من شوية كنا خدنا الفايبرين ده بيدخل في تركيب الجلطة، برضو الثرومبين بيدخل في تركيب الجلطة. تمام، طب الثرومبين ده بيجي من ايه؟ بيجي من مادة اسمها بروثرومبين. تمام، بروثرومبين مادة قبل الثرومبين. تمام، يبقى السيكونس بتاعنا او التتابع بتاعنا ايه؟ ان احنا عندنا مادة اسمها بروثرومبين بيحصل لها حاجة عشان تبقى ثرومبين، والثرومبين ده يدخل يكون الثرومبس اللي هي الجلطة. تمام تمام، البروثرومبين دي يعني مجمعة نفسها هي والشلة بتاعتها وعاملة جروب بيسميناه بروثرومبين جروب. تمام تمام، البروثرومبين جروب ده عبارة عن أربع عوامل. إيه هما الأربع عوامل دول؟ عامل بص أربعة. تمام تمام، الأربعة دول واخدين اختصار إيه؟ 1972. تمام، 1972 دول الأربع عوامل بتوع البروثرومبين جروب. 1000 ده اللي هو اختصار 10 اللي هو بروثرومبين ده، وتسعة وسبعة واتنين مش مهم ان انتوا تعرفوا اساميهم، لما تكبروا تعرفوا اساميهم ان شاء الله. تمام، فالهيبارين ده دور ان هو بيعمل ايه؟ دور ان هو بيعمل انهيبيشن يعني تثبيط للبروثرومبين جروب ده، يعني بيثبط انهي عوامل؟ بيثبط العامل 2 7 9 10. تمام، بس كده قال لك؟ لا، قال لك ان انا بروح عامل عامل اكتيفيشن يعني بنشط حاجه اسمها انتي. عذرا انا انتربشن تاني، هو بينشط حاجه تانية اسمها انتي ثرومبين.
تمام، من اسمها انتي يعني ضد، وثرومبين اللي هو البروتين اللي بيكون الجلطه، تمام. فهو بينشط الانتي ثرومبين، لما ينشط الانتي ثرومبين هو كده اشتغل على نقطتين، انا منعت ان الجلطه تتكون، وكمان شغلت حاجه هتكسر الجلطه، تمام. ده باختصار كده شغل الهيبارين. يبقى هو بيشتغل كانتي كواجلنت ليه؟ عشان هو بينشط انتي ثرومبين 3 وبيعمل انهيبيشن للكوتينج فاكتورز اللي هم الايه اللي هو 2 7 9 10، تمام. تمام، طب ليه وظيفه تانية؟ قال لك اه ان هو بيعمل بلازما كليرانس فلو من الليبيد، هو بينظف البلازما من الليبيد من الدهون، تمام. تمام، طيب واحد هيسال لي سؤال بيقول لي هي الدهون دي ينفع تبقى موجوده في البلازما؟ اقول له اه عادي موجوده. هيقول لي طبعا هي موجوده ازاي، ما هو هل يختلط الزيت بالماء ويعمل لي فيها محمد ولا اسمه ايه ده اللي كان بيمثل؟ هقول لك اعمل حاجه، اقول لك ان الليبيد فعلا ما بيختلطش الزيت بالماء، ولكن الليبيد بتتشال على حاجه اسمها لايبو بروتين، شيالات بتشيل الليبيد، تمام. الشيالات دي عباره عن ايه؟ عباره عن جزء بروتين وجزء ليبيد، فالبروتين ده بيبقى موجود هو بره بحيث ان هو يدوب في الميه، والليبيد بتبقى متشاله جوه، تمام. تمام، قال لك بقى دور الهيبارين ايه؟ ان هو بيشغل حاجه اسمها لايبو بروتين لايبيز، بينشطه. لايبيز ده يعني انزيم بيكسر الليبيد اللي موجوده في اللايبو بروتين، فبالتالي لما ينشطه هيخلص البلازما، هيخلص البلازما من الليبيد ولا لا؟ هيخلص البلازما من الليبيد. فده سوري فده دوره في الايه في البلازما كليرنس، ان هو بياكتيفيت اللايبو بروتين لايبيز اللي بيكسر البلازما ليبيد، تمام. وساعتها احنا سمينا الهيبارين مع اللايبو بروتين لايبيز، سوري مع اللايبو بروتين لايبيز كليرنج فاكتورز، تمام. يبقى احنا لحد دلوقتي خدنا ثلاث القاب، ايه هما؟ السيمنت سبستانس هيالورونيك اسيد، السبريدنج فاكتور هيالورونيديز انزيم، الكليرنج فاكتور هيبارين ولايبو بروتين لايبيز، تمام. مهم، طيب كده خلصنا الهيبارين، نخش في اللي بعده الهيبارين سلفيت. وتوقعوا الصوره دي بتمثل ايه كمان شويه. الهيبارين سلفيت ده بيتكون من ايه؟ بيقول لك يا عم الحاج ان هو شبه الهيبارين قوي، يعني هو عباره عن ايه؟ عباره عن جلوكوزامين مع جلوكورونيك اسيد او ايديرونيك اسيد، ولكن الجلوكورونيك اسيد بيبقى فيه نسبته اكتر، وجلوكوزامين اللي هو سلفيت جلوكوزامين بتبقى نسبته اقل، تمام، تبقى نسبته اقل. فهو زي الهيبارين، ولكن الفرق في الايه؟ في النسبه بس، تمام. وده شكله برضو اللي هو اهو جلوكورونيك اسيد جلوكوزامين وجلوكورونيك اسيد وهيدروك اسيد و1004، ولكن الفرق في الايه؟ في النسبه. طب الهيبارين سلفيت ده بقى دوره ايه؟ قال لك ان هو بيبقى موجود في الاكسترا سيلولار ماتريكس، ما احنا كلهم موجودين في الاكسترا سيلولار ماتريكس، في شكل ايه؟ في شكل حاجه اسمها بروتيوجلايكانز. ايه البروتيوجلايكانز دي؟ بروتيو يعني بروتين، وجلايكانز دي اللي هي جلوكوزامين وجلايكانز، تمام. بيقول لك يعني ان هو بيبقى داخل برضو في ترك، يعني بيدخل او بيندمج مع بروتين، تمام. البروتيوجلايكانز دي مصطلح عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين زائد، بروتيوجلايكانز دي ده بتساوي ايه؟ بتساوي بروتين زائد اسيديك ميوكو بولي ساكرايدز، تمام. فهو بيقول لك ان هو ما بيبقاش موجود لوحده كاسيديك ميوكو بولي ساكرايد، لا هو بيتحد مع البروتين عشان يكون بروتيوجلايكانز، تمام. تمام، فهو ليه دور في ايه بقى؟ في سيل تو سيل انتر اكشن زي ده كده، ده سيل تو سيل انتر اكشن، وحاجه اسمها سيل ميمبرين ريسبتورز، تمام، اللي هو الريسبتور المستقبلات اللي تبقى موجوده على السيل ميمبرين هنا، هو بيدخل فيه تركيبها. فعشان كده دي انسب صوره للايه؟ لان انت تفتكر بقى الهيبارين سلفيت. يبقى الهيبارين سلفيت هو زي الهيبارين بالظبط، ولكن يختلف الكميه ما بين ايه؟ ما بين الهيورونيك اسيد اللي هو الجلوكورونيك اسيد والجلوكوزامين، تمام. تمام، طيب اللي بعده الكوندروتين سلفيت. كوندروتين سلفيت كده من اسمه كوندرو يعني كارتج، فهو من البدايه كده هو له دور اكيد، او هو موجود اكيد في الكارتج، تمام. تمام، طيب بيتكون من ايه؟ هنا بقى هنختلف، ان هو بقى بدأ يخش معانا الجلاكتوزامين، تمام. يبقى هو بيتكون من جلاكتوزامين مع جلوكورونيك اسيد، يبقى هو زي الهيالورونيك اسيد الاولاني بس بدل جلوكوزامين وجلوكورونيك اسيد لا جلاكتوزامين وجلوكورونيك اسيد، والنبطه برضو نفسها بيتا 1 و3، تمام. تمام، طيب بيقول لك يا عم الحاج ان الكوندروتين سلفيت ده شكله عباره عن ثلاث انواع A و B و C، تمام. ما تتخضش، هما مش صعبين، سهلين خالص وهتفهمهم. بيقول لك يا عم الحاج ان A و C الفرق بينهم ايه؟ بيقول لك يا عم الحاج ان مجموعه السلفيت، مجموعه الكبريت اللي ماسكه في الجلوكوزامين بتبقى
عند رقم عند سي 4 في الـ A وعند سي 6 في السي، تمام؟ يبقى تاني كده، يبقى مجموعة الصلفيت عند سي 4 في الـ A وعند سي 6 في السي، يبقى ده الفرق بين الـ A والـ C، تمام؟ بيقول لك يعني إن الكوندورتين لوحده ما بيبقاش موجود بنسبة كبيرة في الإكسترا سولار ماكسيس، ولكن الصلفيت إستر بتاعه اللي هو الـ A والسي هما اللي بيبقوا موجودين بنسبة كبيرة في الماتريكس بتاعت ايه، بتاعت السي بي سي اللي هي الكارتج والبون والقرنية، تمام؟ يبقى الكوندوتين سلفيت نفسه بيبقى موجود بنسبة قليلة، ولكن الاسترز بتاعته اللي هي الاي والسي بيبقى موجود في الاي في السي بي سي اللي هي الكارتج والبون والقرنية واذر تيشو، تمام؟ طب احنا كده عرفنا الاي والسي. البي بقى بيقول لك البي بقى بدل الجلوكيرونيك اسيد ده، لا احنا هنشيله يا عم حاجة، هنحطه ايديرونيك اسيد، لكن ان احنا بنحط ايديورونيك مكان الجلوكيورونيك اسيد، تمام؟ يبقى تاني، يبقى الكوندوتين سلفيت ده عباره عن ايه؟ عباره عن جلاكتوزامين جلوكيورونيك اسيد. في ثلاث منه ثلاث انواع، A و B و C. A و C دول بيختلفوا على ايه؟ على مجموعه الاستر، مجموعه السلفيت دي ماسكه فين؟ لو ماسكه في سي 4 يبقى A، سي 6 يبقى C. طب البي يختلف في ايه؟ يختلف ان هو بدل جلوكيورونيك ايديورونيك، تمام؟ خش على اللي بعده، اللي قبل الاخير، كراتان سلفيت. فكده الكراتين سلفيت ده كان فيه معلومه مميزه له، ان هو ايه؟ ان هو الوحيد اللي ما فيهوش يورونيك اسيد، تمام؟ هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان ستايل جلاكتوزامين اهو، ومعاه جلاكتوز ما فيهوش يورونيك اسيد، تمام؟ وربطه طبعا بيتا 1 و 3 بيتا 1 و 4، ما فيهوش يورونيك اسيد، ما فيهوش يورونيك اسيد، عشان هيجي لك سؤال اوف ذا فولوينج كونتين يورونيك اسيد اكسبت، وهيطلع هو ده الاكسبت، تمام؟ فالكراتين سلفيت مهم ان انا اعرف ان هو ايه؟ ان هو ما فيهوش يورونيك اسيد. طب من اسمه كده الكيراتان تتوقعي موجود فين؟ عارفين الكيراتين بتاع الشعر؟ اه عارفينه، هو مش موجود فيه خالص، تمام؟ هو ملوش دعوه بيه. الكيراتان ده لفظ يطلق على القرنيه، تمام؟ الكورنيا، وعشان كده هو موجود في الكورنيا بيخليها شفافه. طب ايه هي الكورنيا بتاعتنا؟ تخيلوا بس ان ده لفظ العين، ده شكل العين اهو، تمام؟ ادي عين بني ادم، تمام؟ القرنيه هي الايه؟ هي الدايره دي، شايفين الدايره الشفافه ده اهي، اللي بتبقى موجوده حوالين الجزء الملون بتاع العين اللي هي الدايره ده اهي، تمام؟ دي القرنيه. هي انت لو جبت العين دي وقسمتها بالنص كده، هتبص بقى من جنب كده هتلاقي القرنيه اللي هي الكورنيا اللي هي الجزء ده اللي هو القوس ده اللي هو مشاور عليه هنا، شايفين مشاور عليه اهو، دي القرنيه بتاعتها، تمام؟ وبالمناسبه فاكرين الفيتراس هيومر اللي احنا قلنا عليه في الاول كده؟ ده الفيتراس هيومر، السائل الموجود ده هنا كله ده الفيتراس هيومر. يبقى تاني الكراتان سلفيت ده يهمني جدا تعرف ان هو موجود فين، موجود في القرنية عشان بيخليها شفافة. طب اخر واحد الدرماتان سلفيت، من اسمه ديرما يعني جلد، فهو من البداية كده هو موجود في الجلد. طب بيتكون من ايه؟ بيتكون من انها ستايل جلاكتوزامين مع ايديورونيك اسيد، ورابط بينهم الفا واحد وثلاثة. بيقول لك يعني الدرماتان سلفيت ده عشان تفتكره هو عكس خالص الهيالورونيك اسيد. لو انت فاكر الهيالورونيك اسيد ده كان ايه؟ كان انها ستايل جلوكوزامين يعني الهيالورونيك اسيد فيز الدرماتان، تمام؟ الهيالورونيك اسيد كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن جلوكوزامين وجلوكيورونيك اسيد، والرابطه اللي بينهم ايه؟ بيتا 1 و 3 1 و 4. انما ده بقى ده مش جلوكوز، لا ده جلاكتوزامين، وبقى مش جلوكيورونيك، لا ايديورونيك اسيد، والرابطه اللي بينهم مش بيتا لا الفا، الفا 1 و 3، فهم عكس بعض خالص. طيب وده شكله، بيقول لك ان هو موجود فين؟ في البلاد فيزلز، سوري بلاد فيزلز وهارت وكورنيا، ما يهمنيش، يهمني اكتر حاجه ان هو موجود فين؟ في السكن والسكليرا، يهمني جدا 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 ان انت تبقى عارف الدرماتان سلفيت ده موجود في السكن والسكليرا، وموجود في السكليرا ليه؟ عشان يحافظ على شكلها. طب ايه السكليرا دي بقى؟ سوري نرجع تاني لنفس الصوره دي، فاكرين احنا قلنا ادي العين اهي، وقلنا دي قرنيه. السكليرا بقى هي الايه؟ هي الجزء الابيض ده، تمام؟ وده يعتبر ايه؟ يعتبر الاساس بتاع العين، ده الاساس اللي احنا دي الخرسانه بتاعه العين اللي احنا ركبنا كل حاجه فيها، تمام؟ اللي هي احنا بالنسبه لنا لو احنا بصينا للصوره دي هتبقى دي السكليرا، اللي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الخط الابيض ده اللي هو الجزء الابيض ده، تمام؟ الجزء الابيض ده هو الايه؟ هو السكليرا. فمين بيدخل في تركيب السكليرا؟ الدرماتان سلفيت. دي مهمه 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 مهمه، تمام؟
كده يعتبر انا خلصت المحاضره، ناقص بس الجدول ده. الجدول ده ان شاء الله بعد ما تذاكر المحاضره تبص عليه هتلاقي الدنيا بالنسبه لك سهله وبتتجمع والدنيا تمام. تمام، هقول لك بقى مصطلح يعني ملاحظات بس على الجدول. لو انت بصيت هنا مثلا ده الهيالورونيك اسيد، هيبارين، هيبران، كوندروتين، كيراتان، وايه، درماتان. تمام، هتلاقي كلهم جلوكوزامين. معنى مين؟ معنى الكوندروتين سلفيت والدرماتان سلفيت، دول وحيدين الجلاكتوزامين. هتلاقي كلهم فيهم يورونيك اسيد، ما عدا مين؟ معنى الكيراتان سلفيت، ده اللي ما فيهوش الايه، ما فيهوش اليورونيك اسيد، فيه جلاكتوز. تمام، هتلاقي كلهم سلفيتد. رايح فين؟ هتلاقي كلهم سلفيتد، ما عدا مين اللي مش سلفيت، الوحيد هو الهيالورونيك اسيد عشان مش سلفيت. وتبدا تبص بقى طبعا على الروابط اللي هنا، تلاقي بيتا واحد وثلاثة زي الكيراتان والهيالورونيك اسيد والكلام ده. تمام، طبعا الوظائف هو موجود فين، ووظائف موجوده تنساش طبعا الهيبارين موجود في الماست سيل، الكيراتان موجود في القرنيه، ودرماتان موجود في الايه، في السكليره، والوظائف بتاعتهم المميزه. تمام، بيقول لك يعني بيقول لك ان لو بروتين مسك في اسيدك بيكوبلوسكرايب بنسميه بروتوجلايكان، دي معلومه احنا قلناها. بس كده خلصت المحاضره، اتمنى تكونوا استفدتوا منها، ما كنتش ضيعت وقتكم يا رب. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.